طول عمري ماليش في القصص الخيالية أو الفيري تيلز، ومن صغري وأنا كل ما ألاقي قصة لها دعوة بالواقع أو شخصيات حقيقية بتمسك بيها قوي. وساعات بتساءل إحنا ليه محتاجين واقع موازي للواقع بتاعنا، علشان السحر والخيال، ولا ممكن نلاقي السحر والخيال ده في الواقع بتاعنا؟ وفي الحقيقة الواقع بتاعنا مليان بحاجات مدهشة وحاجات مثيرة، ومحتاجين فعلا لكاتب شاطر يقدر يخرج الكنوز دي ويعمل لنا قصص فيها سحر وخيال، سحر وخيال من الواقع. هو ده اللي أنا بدور عليه.